غالبا ما تحكم علينا الغربة بقوانين وقواعد لا نرغب بها، وتؤثر في أسلوب حياتنا وتتمادى لتتدخل في كيفية تنشئة أبنائنا، وقد تخلق صراعات وتناقضات بين قواعدها والقواعد التي نشأنا وترعرعنا في كنفها. وهنا تأتي الحكمة في كيفية احتواء هذه التناقضات وتداعياتها، والعزيمة من أجل بناء مستقبل أجمل لأطفالنا. حكاية حكمة تروي ذلك. بسم الله، نبدأ سعادة جديدة. حكمة حكمة، سودانيز ليدي، يا حكمة، تيتشر تيتشر، بليز. السلام عليكم. سادة حكمة؟ نعم. كيف حالك؟ أنا بخير. الله يبارك فيك. أنا جيت قبل شوي دقيت عليكم الباب، قالوا لي هذا مش بيتك. مو بيتي، بيت اللي جوا. انت بيتك جوا. طيب الله يبارك فيك، انا يعني جاي اسوي تقييم للتدريس في اوغندا، بس ندور السودانيين اللي بيشتغلوا في اوغندا. انت منهم صحيح؟ تدرسي لغه عربيه واسلاميه؟ صحيح. طيب ما احنا عندنا تقييم سريع، بس كم من سؤال ونمشي. ما في مشكله. طيب انت من متى هنا في اوغندا؟ انا من 2011. من 2011 ما شاء الله. طيب وكم حد عايش معاكي ولا لحالك؟ انا عايش معاي اختي باولادها اثنين وانا بيبيتي. انت بيبيتك يعني شو بيبيتي؟ بنتي. بنتك؟ اوكي. الله يحفظها. بنتي. ايوه. وزوجي مضبوط. والله الله الله يسر ان شاء الله. طيب كيف التدريس هنا؟ انت تدرسين فقط سوداني ولا تدرسين اوغنديين؟ لا انا بديت هسي بدرس السودانيين. لكن بعد شويه يعني العين بصيره وليد قصر. شو الفكره؟ عندي فكره بتاعت اني افتح مركز ويكون للغه العربيه والانجليزيه والعربيه والقران الكريم لكل المسلمين. ما شاء الله ما شاء الله. لكن هسي بديت باولادنا احنا السوداني. ولانه نحن اولادنا وبالذات بنتي اثرت فيني. يوم من الايام بتكلم معها وقامت قالت لي انا بكتح العربيه. ليش؟ لانه بتدرس في روضه كانت بتاعت اللغه الانجليزيه والمعارف كلهم بيتكلموا لغه انجليزيه فما بتحب العربي. والمساله دي اثرت فيني شديد. وانا خلفيتي عربيه وانا مسلمه. فقلت لما تكون بنتي تقول انه هي بتكره العربي معناها هتكره القران يوم من الايام. فانا خفت عليها شديد. وطوالي كنت وقفت من الروضه كانت في فصل الثاني روضة يعني قلناها 3 سنوات. ما شاء الله عليها هي تكلمت بنتي. فقالت لي انا بكره العربي، مامي ما تتكلم علي بالعربي. انت تتكلم معها في العربي؟ تتكلم معها بالعربي وهي بتقول لي انا بكره العربي. فقلت لها لانها ما درست عربي. ما درست عربي خالص. السلام عليكم. ما درست عربي خالص. فقمت قلت لها خلاص كويس، كان عندنا تلفاز صغير. فقمت طوالي انا ناديت واحد بتاع من السودانيين، سالت انه في زول ببرمج القنوات العربيه. اوقفتها من المدرسه وخديتها 6 شهور. بابا خليها بس تشاهد القنوات العربيه، نزلت لها 14 قناه عربيه. الله يبارك فيك. السودان، الامارات، لبنان، السعوديه، كل القنوات ام بي سي العربيه
نزلتهم ليها وبقيت انا بس ما بتكلم معها كلام كثير يعني وكلام شويه صعب انك انت انا بس انا عندي المشكله بتاع السكول فيس اصبري شويه كده وانا بدفع عليك السكول فيس فخلاص بقت تحبط العرب بقت تتكلم معايا في البيت باللغه العربيه ذاك انا جاي ليه قدام طالما حتى الان نحن موجودين ويمكن الزمن يقول نكون موجودين بجاي فبديت في نفس الوقت بقري على القران حبه حبه ما شاء الله عليها حافظه جزء ما شاء الله ما شاء الله من امها من امها من امها الله يحفظها ويحفظ امها تعرف فكرت في اخواتي الثانيات يعني وكلهم بيشتكوا انه اولادنا ما بيحبوا العربي ما بيحبوا يتكلموا والقران ما في في الاسلام ولا شنو في قلت للاخوات اللي حوالي هنا لانه صرت ما بسمع في ناس اثنين فانت تدرسيهم ايوه بدرسهم حبه حبه هسه الان في اخ من الاخوان اللي هم بلدين وقفت عليهم بالصدفه قام قال لي انت سودانيه وانت مسلمه كان بلداني لابسه عبايه فقلت له ياس وقال لي بتقدري تدري في القران ياس بقدر بدرس والان انا في بيتي بدرس ابنائي واخواتي وكتبي العرب فقال لي انا عايزه ادرس اولادي عربي والقران بديت يا داب وبدينا بديت انا بديك غرفه سين تيجي تحيي الغرفه دي وانا بقدر اللي عندي بجيب لك الفرشات وبعد ذاك توكلي لي صدوره كبيره ما شاء الله وين حطيتهم؟ الحمد لله في بلوغة بعيد من بيتي لكن بمشي بزي بفايف هاندل عشان أركب المواصلة بفايف بيجي بفايف يعني حلو طيب. أنا عشان ما أطول عليك أنت ناوية ترجع السودان ولا لا؟ في الوقت الراهي ما أقدر أرجع السودان ليش؟ لأنه عندنا مشاكل في منطقة أنا من دارفور من دارفور لو لا يستدب وقت ما لو ما تستدب والآن يستدب طيب. أنا برجع أنا كنت أستاذ بتاع ثانوي عام ما شاء الله ما شاء الله أستاذ بتاع ثانوي عام أنا حقيقة كلية تربية ما شاء الله لكن الله يبارك فيك سبحان الله هذا كله اختبار من رب العالمين هو رب العالمين الحمد لله واللي يصبر هذا الصبر نعمة الحمد لله الحمد لله وانت قاعد تسوي شيء جميل تحفيظ القرآن وهذا من اجمل الاشياء طيب الله يبارك فيك انا خلاص اذا ما اقدر يعني اعبي الاستبيان ما شاء الله اللي قلتيه انت كثير يعني شو اقول الحين ولا شو اكتب ما شاء الله يعني فانت ممكن يعني ان شاء الله نتواصل معك خلال اليومين احنا جايين نقيم المدرسين وفي نفس الوقت ان نبي ندعمهم ولكن فضل من رب العالمين الحمد لله ورب العالمين فضلك كبير الحمد لله رب العالمين ارسلنا عندك عشان نسوي لك مشروع كامل هذا فضل من رب العالمين انه يكون عندك مركز كامل للغه العربيه وللقران باسمك وهذا مبلغ عشان تفتحين فيه وتمشين ان شاء الله الاخوان اللي انت تتعاملين معهم الحمد لله الاخوان في الجمعيه اللي انت عضو معاهم تعاونوا كتبوا لك هذه الرساله من عندهم موقع انا قبل اروح بس عشان تكوني مصدقه الموضوع الامارات الله يبارك شوفي بس عشان تتأكدين هذا في الدفعة الأولية من المبلغ إن شاء الله راح يكفيك وراح تستفيدين أنت وبنتك والآن بنتك راح تقول لك إن شاء الله أنا أحب القرآن إن شاء الله بس الفضل عندك أنا عايزة أدرك دايما أنت بتقري العربي وعايزة أدرك القرآن لما أنت أنا حمدت رب العالمين حمدت رب العالمين الحمد لله شكرا شكرا والناس للناس يوم والدنيا بخير ربنا يوسع عليك معاك ان شاء الله الله يبارك فيك شكرا شكرا